طيب والآن أنا رسمت المجاري 48 مجرى، وبدنا نرسم المحرك اللي 48 مجرى الأقطاب الحقيقية اللي حسبناه له خطوة اللف، وكانت خطوة اللف هي من 1 إلى 10 ومن 1 إلى 12، وحكينا انه الفاز الاول بيبدأ بمجرى رقم 1، والفاز الثاني بيبدأ في مجرى رقم 9، والفاز الثالث بيبدأ في مجرى رقم 17. طبعا احنا بنرسم الفاز الاول بالكامل، وبعدين بنرجع للفاز الثاني عفوا، بنبدأ الفاز الثاني من مجرى رقم 9 وبنرسمه بالكامل، وبعدين بنرجع الى مجرى رقم 17 بنرسم الفاز الثالث والاخير من مجرى رقم 17. طبعا نبدا احنا الرسم بالخطوه، انا متعود ارسم بالخطوه الصغيره معلش، من 1 إلى 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ومن 1 إلى 12 هذا الشكل. طبعا اقطاب حقيقية يعني متجاور، فبكون المجموعات كلهم متجاورات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذا الشكل. نرسم الفاز الاول زي ما حكينا، المجموعة من ملفين، 1 2 3 4 5 6 7 10. وهي المجموعة الأخيرة، تمام. الآن بدأنا من مجرى رقم 1 من هون، الآن بنبدأ الفاز الثاني من مجرى رقم 9. من مجرى رقم 9 زي ما حكينا انه بين كل فاز وفاز طلع معنا 8 مجاري، فبنزيد على 1 8 بيطلع معنا 9، ونقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا الفاز الثاني بيبدأ من هون، انا راح ارسم من الملف الصغير، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هاي خطوة 1 10، وهاي خطوة 1 12، طبعا ايضا كله متجاور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، طبعا احكوا لنا انتم في التعليقات اذا كانت يعني طريقة الرسم هاي او طريقة الكمبيوتر افضل من الطريقة العادية، على اساس انه احنا نستمر فيها، مع انه يعني الرسم شوي بتطلع مخربطة، لكن انا شايفها افضل من الرسم اليدوي في المشغل. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7، اعطونا رايكم يعني بالموضوع. طبعا بتيجي معنا الاخير بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، تطلع معنا بهذا الشكل. طبعا الآن نرسم الفاز الثالث، حكينا الفاز الثالث ببلش بمجرى رقم 17،
احنا هون عندنا 12 13 14 15 16 17. اذا من هون احنا بنبدأ من هاي بنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الى هون، هذا الشكل. نعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بظل عندنا المجموعة الأخيرة، تيجي بهذا الشكل. طبعا المحرك الآن صار معنا بهذا الشكل. لاحظوا إنه مثلا اللون الأسود عندنا 4 مجموعات، هي 1 2 3 4، 4 مجموعات متجاورة، يعني 4 مجموعات حقيقية. وطبعا باقي الفازات نفس الشيء. وهيك قدرنا احنا انه نحول او نعدل محرك 48 مجرى من تأثيري الى حقيقي عن طريق حساب خطوته لما كان تأثيري ورسمناها، ولما وكيف بده يصير في الحقيقة. حسبنا الخطوة، حسبنا المسافة بين الفازات، وين كل فاز راح يبدأ، في أي مجرى بالضبط راح يبدأ، ورسمناها والحمد لله وكل شيء تمام. هاي هي الطريقة يا إخواني، الطريقة سهلة مش صعبة، يعني بتقدر إنه تتعلمها وتجربها. فأنا نصيحتي إنه نلتزم بالتعديل الصحيح ولا نلتزم بالتعديل الخاطئ، يعني ما نستريح ونلف الحقيقي. لما يجينا محرك حقيقي نلفه تأثيري، لا بالعكس، اطلع بالتعديل لفوق زي ما حكينا، ولفه من تأثيري الى حقيقي اذا احتاج، اذا زبون اشتكى منه اذا احتاج عدله من تأثيري الى حقيقي. لكن اذا اجاك وما زبون ما اشتكى منه وما عنده اي مشاكل، فلفه تأثيري زي ما هو، لانه التأثيري بكون مصمم لهذا الحمل وقايم فيه، ما عنده مشاكل وبيشتغل عليه سنين طويلة ما عنده مشاكل. لكن احنا بنحكي عن اللي بيشتكي منه الزبون، او انت بتعرف انه هذا المحرك ضعيف او انه الحمل زاد شوية عليه، فانت بتعمل التعديل الصحيح اللي هو التعديل من التأثيري الى الحقيقي، بعطي قوة للمحرك وعزم اكبر ان شاء الله. وان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي الفيديوهات وانكم تتعلموا الطريقة. وانا بشكر كل من تواصل معاي وكل من دعالي بالشفاء، الحمد لله الان الوضع ممتاز وما عندي اي مشاكل بفضل الله. ومن ثم دعائكم إلنا، ربي يبارك فيكم ويحفظكم. ولا تنسوا زي ما أوصيكم دائما، صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.